العزاز، في الفيديو تاعنا لينا هاليوم ضربت لكم طلة خفافي عند ABC أوتو، الجراج الوحيد لبيع السيارات لإكسبورتاسيون في مدينة ليون. هذو لي كونتاكت تاعهم عندهم زوج أرقام لا ثالث لهما. إذا كنت مهتم بالسيارة من هذا السيارات اللي تشوفها قدامك ولا بالتيروك اللي راهي ديسبونيبل عندهم، اتصل بهم. نسمو بسم الله ونشوفوا السيارة كيف كيف. خوتي العزاز، فولكس فاجن تيروك 2023 ماشية 19000 كيلومتر، بوات فيتيس اوتوماتيك 7 لي رابور. خوتي العزاز، المحرك اللي فيها ان 5 لا 150. خوتي العزاز، من اصدق المحركات عند فولكس فاجن. هذا لافون تاع السيارة كيما راك تشوف فيه، فلا نوفيل بسم الله ما شاء الله. عندك لي فو تاعها اي كيو لايت، لي ليد تاعها فلا نوفيل بسم الله ما شاء الله، ولي كابتشور دي ستاسيونمون افون اريير. ليك لي جونت اليير تاع الطوموبيل كيفاش دايره، وهذا لا كولور تاع الطوموبيل. عندك لي ريتروفيزور تاعها خوتي العزاز، رابعه طابل ثاني، هذه بلا ما ننساوها خوتي العزاز. الكاميرا كيف كيف تخرج من لانسين تاع فولكس فاجن لاريير، وهذا لاريير تاع الطوموبيل بسم الله ما شاء الله. هذا هنايا البيكات تاع لاريير كيفاش راهي دايره، وهذا لاريير تاع الطوموبيل خوتي العزاز. عندك كوفر الكتريك بسم الله ما شاء الله. كوفر ثاني فيه ليكستنسيون تحت، عنده الكيت اونتي كريفيزون تاعو معاه. كيما تعرفوا السيارات الجدد هذو اغلبيتهم قايتين يجوا بلا روت سوكور، تسمى انت تقدر تزيدها روت سوكور وعندها بلاصتها بسم الله ما شاء الله. هذا كان الاكستيريور تاع الطوموبيل خوتي العزاز. قلنا السياره راهي متوفره بسعر 28000 اورو عند من؟ عند ABC اوتو. ارقام الهاتف هم 11 هم قدامك خويا العزيز، اتصل بهم قال فوالا راني نعيط لكم على جال التيروك. بالمناسبه هذه السياره انا راني نتبع في السوشيال ميديا او راني نشوف في اسعار السيارات بنفس المواصفات في المانيا راهي تتباع ب 33 و 34 الف اورو تي تي سي. ما تقوليش راني لقيتها ب 34 الف اورو تي تي سي، ينحوا لي تي في تولي لي 28 ولا تولي لي 27، ناقصه معناتها قال ب 100 اورو. بصح شوف شراك تخسر لي فري باش تروح تجيب السياره، وكل واحد ربي يسهل عليه خوتي العزاز. الى عندك سيارات تبيع فيهم تقدر تتصل بيا خويا العزيز وندير لك لا بوبليسيتي، ما يكون لا خاطرك ان شاء الله. هذا الانتيريور تاع الطوموبيل خوتي العزاز بكل صراحه تحفه، النوار مع الكري هكذاك في السياج، وهذا الطابلو تاع الطوموبيل كيفاش داير بسم الله ما شاء الله. بواد فيتاس فلا نوفيل، لا كليماتيزاسيون كامل اون ديجيتال، عندها الاسيست باركينغ دياري وحدها الطوموبيل، ليكرون جي بي اس في الكبير بسم الله ما شاء الله، والفولون تاعها كيما راك تشوف. بلا ما ننساو لي سياج افون كيف كيف الكتريك وفيهم سيستم شوفاج بسم الله ما شاء الله. روحوا نفتحوا، عندك لي فيتر في ربعه الكتريك، المان ليبر، وهذو لي سياج خوتي العزاز الكتريك ولا ميموار. وهنايا لي ريتروفيزور مع لي فيتر كاملين، وعندك هنا الكوفر وين تقدر تفتح الكوفر من البوطون هذه بسم الله ما شاء الله. ها وين ثاني كيف كيف كيما تقدر تفتح من هنا وتسكر منه، ثاني كيف كيف منه. وهذا الانتيريور تاع الطوموبيل يا العزاز، يا الله يا الله بسم الله ما شاء الله. كوكبيت نهوض الطوموبيل خوتي العزازة بسم الله ما شاء الله. شكل ديال المشاريع تبان في الليكرون اللي تخرج من لانسين. فوالا رجع الطوموبيل لبلاصتها خوتي العزاز، عطيتكم كامل لي زانفورماسيون على الطوموبيل. ماشيه 19000 كيلومتر، 2023، محرك 1.5 لا 150. شوفوا للمزيد من المعلومات تقدر تتصل بمولاها، هاو عندك النيميرو تاع صاحب السياره بسم الله ما شاء الله. بلا ما نحكي لكم على ABC من ناحيه الثقه والسلعه روح هاني، انا خدمت معاهم بسم الله ما شاء الله مش خطره وزوج وثلاثه. خوتي العزاز، الناس هذو عندهم اكثر من 20 سنه في الميتي، راهم تقريبا لاعقين قريب 30 سنه هم يبيعوا ويشروا السيارات هكذاك، وخدمتهم ليكسبورتاسيون الشاحنات كلش ربي يبارك. وهذا الكراج تاعهم بلادريس تاعو دوك نبيبليه معاكم في مدينه ليون اللي انتريسي، ربي يهني سعيد بسعيده. هذا عمك الطوا خويا العزيز، بانوراميك اوفرون، كيما تقدر تنحي الريدو كيما تقدر تفتح لوطوا ثاني سي كيف كيف بسم الله ما شاء الله. هاي لك خويا العزيز، واش راح نقول لكم خوتي العزيز،
كانت هذه نهاية الفيديو تاعنا. خليكم تشوفوا ثلاث سيارات واحدة أخرى راهم ديسبونيبل في الجزائر بسومة أرخص من سومتهم هنا في فرنسا. العزاز راني ببليت لكم ديجا هذون ثلاث سيارات، حبيت نزيدهم لكم هنايا في قناتنا على اليوتيوب وقناتنا على الفيسبوك خوتي العزاز للناس اللي ما شافوهمش في الانستغرام. ثلاث سيارات 208 اتش دي سي 3 اتش دي و سي 4 ايسونس ديسپونيبل، راهم ديجا واصلين في البلاد. اذا كنت انتريسي نعطيك المعلومات تاع كامل السيارات واتصل به وربي يجيب التسهيل للجميع ان شاء الله. اما بالنسبه للسيارات اللي قلت لكم راهم ديجا لاحقين للبلاد، السياره الاولى 208 كما راك تشوف فيها قدامك والميساج كامل راه قدامك، والسياره الثانيه هي سيتروين سي 3 كيف كيف راهي اتش دي ان 6 اتش دي والميساج راه قدامك خويا العزيز. اما بالنسبه للسياره الثالثه فهي سيتروين سي 4. اذا كنت انتريسي بهذا السيارات رقم الهاتف عندك، اتصل بمناهم وربي يجيب التسهيل للجميع ان شاء الله. سلام.